خوف ورعب من انتشار الطاعون في الصين. في اخر الفيديو هقول لكم حاجة تطمنكم جدا. اولا الطاعون ده مش فيروس، ده عبارة عن بكتيريا اسمها بريسيني بريسيتنس. في القرن ال 14 قضى على 50 مليون شخص في افريقيا واوروبا واسيا، وخمس سكان لندن في 1665، و12 مليون شخص في الصين والهند في القرن ال 19. ما قلنا ما تلاقوش. طب بينتقل عن طريق ده؟ بينتقل عن طريق البراغيث والمرموط والفيران وبعض القوارض التانية، ومعدي من الاشخاص. بس لازم الشخص اللي مصاب يتعامل مع الشخص التاني لفترة عشان يتصاب بيه هو كمان، يعني مش زي كورونا. يعني في 2017 كان في دلدوبيت حالة في مدغشقر، وفي 2019 في منغوليا في ناس كانت حيوان المرموط وده كان مصاب بالطاعون وماتوا. تعال اقول لكم بقى المفاجأة. اولا الطاعون مش مقلق تماما، لاننا عرفناه وعرفنا علاجه ايه، وهو بيتعالج بمضادات الحيوية، بس لازم ياخدها في الوقت المناسب. ولو كان مقلق يعني ما كل سنة بيبقى عندنا حالات، بس تكون حالات بسيطة. هل ده عمل وباء؟ ما عملش وباء ولا حاجة. ومن المضادات الحيوية دي جنتاميسين.